ارض امبارح في ماتش الاهلي وميديام الغاني بين الشوط الاول والشوط الثاني. بصراحه الشوط الثاني الاهلي في السماء، اداؤه في السماء، الشوط الاولاني اداؤه في الارض. عشان كده اللي اتفرج على الماتش الشوط الاولاني ونزل مثلا راح مشوار حصل اي حاجه وحد حكى له على الشوط الثاني هيستغرب جدا، واللي شاف الشوط الثاني بس وحد هيقوله ده الشوط الاولاني الاهلي كان سيء وميدياما كان بيضيع وكان في بينالتي ليهم ما اتحسبش وكل الكلام ده برضه مش هيصدق. ايه اللي حصل بين الشوطين خلى الاهلي يتغير بهذا الشكل؟ اكيد اللي قاله مارسيل كولر الاحساس بالمسؤوليه. طبعا ان انت خلاص بعد شوط سيء، الاهلي لعب شوط سيء الحقيقه وكان غريب، مش هقول تراخي لكن كان في تراجع في المستوى بشكل يعني غريب جدا. الاهلي لعب مباراه بتشكيله قويه.